بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرأ مع حضراتكم بعض الآيات من سورة المائدة، وفيها يقول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يسألونك ماذا أحل لهم، طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى قبل ذلك المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية. فذكر المحرمات، والمحرمات خبائث تضر بالصحة وتضر بمصلحة الإنسان، والله سبحانه وتعالى لا يحرم شيئا إلا إذا كان ضارا غير نافع، ولا يحل شيئا إلا إذا كانت فيه المصلحة. فلما ذكر المحرمات طرأ على أذهان القوم أن يسألوا: طيب إذا كانت هذه خبائث وهذه محرمات، فاذكر لنا الأشياء التي هي حلال. يسألونك، فهم يعرضون سؤالا: ماذا أحل لهم؟ أنت قد تتوقع أن يكون الكلام في القرآن: يسألونك ماذا أحل لنا، لأن السائل يسأل عن التحليل لنفسه. يسألونك ماذا يقولون؟ يقولون: ماذا أحل لنا؟ فقال: ماذا أحل لهم، بضمير الغائب، لأنه قال قبل ذلك: يسألونك، ومعنى يسألونك أنهم غائبون، غائبون، فهو يتكلم على أسلوب الغياب. ولو قال: يسألونك ماذا أحل لنا، لكان صوابا أيضا، هذا صحيح وهذا صحيح. فإذا أراد أن يحكي كلامهم يقولون: ماذا أحل لنا، وإذا أراد أن يتكلم عنهم وهم غائبون فيقولون إنه، ويقول الحق سبحانه: إنهم يسألون ماذا أحل لهم، أنه يتكلم عن أناس غائبين، غائبين. السؤال هو نفسه: ماذا أحل لكم؟ يعني يسألونك بمعنى يقولون لك، كلمة يسألونك يعني يقولون لك. ماذا قالوا؟ سألوا سؤالا: ماذا أحل لهم؟ ما الحلال بعد أن ذكرت لنا الحرام؟ ما الذي يحل لنا؟ وهم يطلبون رأي الشرع في هذا، ويطلبون ما يقوله الحق سبحانه وتعالى عما أحله الله وما حرمه الله. وقطعا أن المحرمات تكون بنص، نص ينزل فيكون الشيء محرما. أما إذا لم ينزل شيء من التحريم فالشيء حلال، طالما أنه لم يرد نص يحرمه، لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في قياس المجتهدين، يكون حلالا طالما أنه لم ينص على حرمته. فالحرمة تكون بالنص، ينص عليها: حرمت عليكم الميتة، نص. طيب ما لم يرد فيه نص؟ قال: ما لم يرد فيه نص حلال حتى يرد نص. فإذا لم يرد نص فالأمور على الحل، على الحل. إنما إذا ورد نص في الكتاب، في القرآن أو في السنة أو في إجماع المسلمين وأهل الحل والعقد، أو
على لسان المجتهدين من العلماء إذا ورد أنه حرام فهو حرام، لم يرد فالمسألة حلال. فهم يسألون عن الحلال فيقول الله تعالى لهم في الإجابة: قل، يأمر رسوله أن يقول لهم صلى الله عليه وسلم: أحل لكم الطيبات، الأمور التي هي طيبة، طيبة يعني نافعة، يعني الأشياء المفيدة النافعة التي يستلذها الإنسان. وأنت تقول: طيب، من المستلذات أشياء حرمها الله. نعم، الخمر قد يستلذها الإنسان لكنها حرام بالنص، لكننا نتكلم عن الأشياء التي لم يرد نص بتحريمها، مما يستلذه الإنسان ويتقبله والنفس تتقبله وتشتهيه، مما لم يرد نص بتحريمه. يبقى الشيء الطيب هو النافع المفيد المستلذ الذي لم يرد نص فيه بالتحريم. أي شيء آخر غير هذه المحرمات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. العرب كان عندهم نظام الصيد، يصطادون، يصطادوا غزالا، يصطادوا كذا في الصحراء. هل يستطيع هو أن يصطاده بنفسه؟ لا، هو يدرب كلابا، كلب يدربه على طريقة الجري وراء الفريسة والإمساك بها. والكلاب لها من يدربها، لها مدربون مهرة، عندهم علم بطريقة التدريب. إذا كأن العربي كان يأتي بالكلب ويذهب به إلى مدرب يدربه، وأيضا يمكن غير الكلب، الفهد مثلا ممكن، النمر ممكن، بعض الحيوانات التي يستطيعون أن تكون أليفة للإنسان يدربونها على الصيد، كيف تصطاد الفريسة وكيف تمسك بها، ويدربها على أنها لا تأكل منها، لأن هذه الحيوانات مفترسة تأكل، فيدربها على عدم الأكل. كيف يعرف أنها مدربة؟ قال: هناك علامات للتدريب. التدريب أن يقول له، أن يقول صاحب الكلب له: اذهب، فيذهب. يقول له: تعالى، فيعود. يجري ويقول له: تعالى إلى هنا. يأتي بالتدريب، بتدريب معين. ثم يقول له: لا تأكل، ويدرب عليها. فإذا ما نجح في التدريب وكان التدريب سليما على يد علماء مهرة في التدريب، وعلمنا أنهم علماء من قول الحق سبحانه مكلبين، مكلب يعني معلم الكلاب، والكلاب كل السباع تسمى كلابا، الأسد نفسه يسمى كلبا. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا على واحد من أعدائه وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله أسد. إذا كلمة كلاب مشهورة على هذا الحيوان الذي نعرفه، لكنها تطلق عند العرب على أوسع من ذلك، فتطلق على كل السباع، كل السباع تسمى كلابا، والمدرب يسمى مكلبا، مكلب. طيب، نحن فهمنا من قوله سبحانه: وما علمتم من الجوارح، أنه معلم يعلم، فلماذا ذكر التكليب مع التعليم؟ تعليم مع التكليب، لماذا ذكر التكليب؟ قال: ليؤكد لك أن المدرب ماهر، وأنه على علم بطريقة تدريب الكلاب على طريقة فنية وسليمة ودقيقة.
يعني هناك من المدربين من هو ذو خبرة، وهناك من المدربين من ليست عنده خبرة، كالعلماء الذين تأخذ عنهم العلم كما ذكر الشيخ الزمخشري. فالعلماء أنواع، يمكن أن تدرس على عالم وعلمه قليل ثم تلتقي بعالم فحل في علمه فتندم على أنك لم تدرس على هذا العالم، تقول لقد فاتني أن أدرس على هذا العالم الكبير. تعرفه حينما تسمعه. وقديما في الأزهر كان المدرسون يجلسون على الكراسي عند الأعمدة، كل عمود عنده شيخ والشيخ جالس على الكرسي، وكما تفضلتم حضراتكم بالحضور يحضر الطلاب من غير أن يدعوا إلى الحضور، يعني ليس هناك نظام بالحضور وأخذ الغياب وأن هذا حضر وهذا غاب، لا، هو يأتي بحريته ويجلس ليستمع إلى الشيخ. بعض الشيوخ عندهم تلاميذ بعدد كبير وشيخ آخر عنده قليل، ونجد أن هذا القليل ينصرف عنه ويتركه ويبقى الشيخ جالسا ولا يجد أحدا، عندئذ يعلم أنه ضعيف وأنه يجب أن يعود إلى التعليم، فيجلس طالبا مرة أخرى هذا الذي جلس على الكرسي. إذن كنا حينما ننظر في الأزهر نعرف الشيوخ الكبار العلماء من التلاميذ الذين يتحلقون حولهم، ونجد واحدا لا يجد أحدا، لأن واحدا يجلس عنده ولا يجد ما يسره فيتركه، وليس هناك من يجبره على الحضور كما نرى في المدارس النظامية. ففي المدارس النظامية المدرس مفروض على الطلاب، فرض عليهم فرضا، فلا بد أن يحضر عنده قويا كان أو ضعيف. إنما من كانوا يدرسون من المشايخ في الأزهر كان يجلس والطالب يأتي بحريته، لا يعجبه الشيخ ينصرف عنه، وعندئذ يظهر أن هذا عالم ويظهر أن هذا يحتاج إلى تعليم مرة أخرى. إذن أنت لو تدربت أو تعلمت على أنصاف العلماء ثم رأيت عالما كبيرا فإنك ستندم على أنك ضيعت وقتك مع هذا المدرس الذي درس لك ولم يكن على المستوى المطلوب. إذن هنا في كلمة مكلبين ذكرت يعني أن المدرب ماهر وخبير، والله سبحانه وتعالى ألهمه إلهامات كبيرة. هذا إذن هو يقول لهم لا تأكلوا من صيد الكلاب إلا إذا كانت مدربة تدريبا قويا على يد مدربين مهرة. هذا معنى مكلبين. إذن مكلبين هنا حال، يعني ما علمتم من الجوارح حال كونكم أيها المعلمون خبراء مهرة في تعليم الكلاب. وكلمة مكلبين مشتقة من الكلب، فأخذ منه مكلب من الكلب، أو من كلمة في العربية اسمها الكلب. الكلب هو الانشغال بالدنيا والإسراع إليها، الانشغال بشيء معين والتهافت عليه والإسراع إليه اسمه كلب. ولذلك يقال هؤلاء الناس متكالبون على الدنيا، متكالبون يعني كالكلاب حينما تذهب إلى فرائسها، فهؤلاء يحبون الدنيا ويقبلون عليها ويقضون كل وقتهم في طلبها، في جمع المال، في جمع الشهوات، في جمع الملذات، مشغول بالدنيا مشغول.
ولذلك أنت حينما تأتي في بعض الصلوات وتجد المؤذن يؤذن ويقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه دعوة للناس أن يحضروا للصلاة، وتجد السائرين بالسيارات خارج المسجد لا يسألون ويسمع الأذان ولا يأتي، متكالب على الدنيا. لكن لو أنه ينظر إلى رضا الله سبحانه وتعالى لأوقف السيارة ودخل المسجد أولا ليصلي، إنما هو يقول لا أنا أريد فتح المحل التجاري، أنا أريد الإسراء، ويذهب وقد يجلس ساعات ولا يأتيه واحد يشتري، وقد يكون ذاهبا إلى موضوع ويقول أنا لي مصلحة في المكان الفلاني فيذهب فيجد الموظف غائبا أو يجد قد خرج. أما إذا صلى وذهب فسيأتي الله بالموظف ويجلسه له ليقول له نعم أنا هنا وانتظر لك. وجرب هذا، يعني أنت بصلاحك وتقواك لو جربت أن تفضل العبادة أولا ثم بعد ذلك تذهب إلى موضوعك سيقضى إن شاء الله. إنما إذا انصرفت إلى الدنيا تعطل بتعطيلات كثيرة. إذن هنا الكلب هو الإقبال على الشيء والتهافت عليه كما تتهافت الكلاب. نعم فإذن مكلبين، يعني أن يكون المدربون مهرة. هنا نقول أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. هل الحلال هنا هو الذي علمناه؟ نحن علمنا الكلب، فهل الكلب حلال لنا؟ أقول لا، هنا محذوف، هنا كلمة محذوفة، وصيد ما علمكم من الجوارح، ما علمتم من الجوارح، وصيد، وأحل لكم الطيبات وأحل لكم الصيد الذي جاء عن الكلب المعلم، كأن هنا كلمة محذوفة، كأن هنا مضافا محذوفا. إذا لا تقول إنه أحل لنا الأمور المستلذة وأحلت لنا الكلاب، لا، لأن ما علمتم ما هذه واقعة على الكلاب، يعني الذي تعلمونه من الكلاب، من الكلاب، لا يقصد هذا، لا يقصد أن يقول إن الكلب حلال لنا، إنما يقصد أن صيد الكلب حلال. إذن هنا كلمة حذفها القرآن لفهمها من المعنى، لأن المعنى يقتضيها، من غيرها يفسد المعنى. إذ أنت لا تستحل الكلب وإنما تستحل الصيد الذي صاده الكلب. يبقى أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح. مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، العلم من عند الله، والتدريب الذي كان المدربون يدربون عليه الكلاب لتصطاد والسباع من عند الله سبحانه وتعالى، والعلم كله من عند الله. وقل رب زدني علما، فالعلم الذي نحصل عليه إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لقنه لك الشيخ، لكن من الذي أمره بالتلقين؟ من الذي هيأه للتلقين؟ ثم إن عقلك يمكن أن يضيع ما لقنت به، يمكن، فمن الذي يحتفظ بالمعلومات في ذهنك ومن الذي يجعلها باقية عندك؟ الله. يبقى الذي يعلم هو الله، ولذلك قال هنا حتى عن تعليم السباع والكلاب تعلمونهن مما علمكم الله. فالله سبحانه وتعالى هو مصدر العلم، العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم جميع العلماء أصلا مستمد من علم الله سبحانه وتعالى ومما يعطيه الله ويفيء به على من حباه العلم. هذا معنى تعلمونهن مما علمكم الله، فمصدر العلم هو الله سبحانه وتعالى.
فكلوا مما أمسكنا عليكم. إذا درب الكلب أو الفهد أو النمر ودرب على الصيد يدرب على ألا يأكل من الصيد، لأنه إذا أكل لا يحل للإنسان أن يأكل منه، يعد حراما. إذا السبع الذي أرسلته أو الكلب الذي أرسلته للصيد أكل من الفريسة لا يجوز الأكل منها، لأن الله تعالى قال كلوا مما أمسكنا عليكم، يعني مما اصطدناه وجئنا به إليك، يجيء بالفريسة ولا يأكل منها شيئا، فهنا تذبح وتؤكل، تذبح وتؤكل. إنما إذا أكل منها الكلب أو السبع أكل لا يحل أكلها، في الرأي الراجح عند العلماء، رأي الجمهور، ورأي الجمهور أنه لا بد أن يأتي بالصيد سليما وألا يأكل منه. صحيح يمسكه بأنيابه يحدث به بعض الإصابات لكن لا يأكل، لا يأكل. فإذا ما أكل من الصيد حرم، رأي جمهور العلماء. بعض العلماء يقول لا، إذا جاء بالفريسة سليمة وأكل منها ويعني لا تزال فيها الروح فتأكل منها، لكن هذا يعتبر تساهلا. إنما النص القرآني خاص بأنه لا يأكل منها، كلوا مما أمسكنا عليكم. أما ما أكل منه فقد أمسكه على نفسه، أكل منه يبقى هي فريسة له هو وليست لصاحبه، وليست لصاحبه. النص القرآني الكلب الصائد يأتي بالفريسة ولا يأكل منها، فإذا لم يأكل منها فمعناه أنه أمسكها لك، وطالما أنه أمسكها لك يحل أكلها. أما ما أكل منه فقد أمسكه لنفسه فلا تأكل منه، كما ورد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل ماذا يا رسول الله إذا أكل الكلب من الفريسة، قال قد أمسكها على نفسه فلا تأكل منها. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، عليه هنا ضمير، يا ترى هو عائد على الصيد؟ يعني إذا اصطاد الكلب صيدا فاذبحه، ذكه ذكاة شرعية. ومعنى أنك تذكيه ذكاة شرعية أنك تذكر عليه اسم الله، بسم الله الله أكبر، وتذبح فتسمي على الفريسة عند ذبحها. إذا لم يسم عامدا كان هذا فسقا لا يؤكل، يعني ترك التسمية عامدا، عامدا أصبح كالميتة لا يجوز أكل. إنما إذا نسي يمكن أن ينسى، وهذا يرجع إلى ضميره، إلى ضميره. فإذا كان في ضميره يعلم أنه لابد أن يذكر اسم الله ولم يذكر فهي حرام. إذا كان قد نسي النسيان رفع عن الأمة، النسيان ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هنا الضمير في عليه يعود إلى الصيد، يبقى حينما يأتي الكلب بالصيد اذكر اسم الله عليه عند الذبح، هذا جائز وهذا هو الأصل. أو يكون الضمير عائدا إلى الصائد الكلب، يعني وأنت ترسل الكلب للصيد وتقول له اذهب، تقول أولا عليه بسم الله، بسم الله اذهب، فتذكر اسم الله على الكلب حينما ترسله، يجوز. فهذا جائز وهذا جائز، لكن لابد أن يأتي بالصيد وفيه الروح ولم يأكل منه. يبقى قوله تعالى واذكروا اسم الله عليه، الضمير يعود على أمرين، عليه أي على الصيد عند ذبحه أو على الكلب عند إرساله، هذا جائز وهذا جائز. واتقوا الله
إن الله سريع الحساب، لا بد من الخشية، لأنه إذا لم تتوافر الخشية والخوف من الله يمكن أن يؤكل الحرام. يعني قد يأكل الكلب منه وهو يقول أذبح وآكل، هذا لم يتق الله. لأن من الذي يكون معك حينما يحضر لك الكلب الصيد؟ الذي معك الله، الذي يراك هو الله. فالكلب أتاك بالصيد وقد أكل منه، المفترض أنك تتركه. واحد يقول لا، واحد معنا، لا يوجد أحد معنا يأكل، لأن هذا ليس عنده تقوى. إذن لاحظوا ألا تأكلوا إلا الطيب، وخافوا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى مراقب عليكم وهو معكم أينما كنتم. لا تقل أنا آكل هذا وهو حرام، من الذي يراني؟ الذي يراك هو الله سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعني الله معنا الآن، معنا، ونحن نطلب عون الله لنا سبحانه وتعالى. إذن هو يكلف الملائكة بالبحث، ولكن هو نفسه العالم الأول، العالم الأوحد هو الله سبحانه وتعالى. فعلى الذي يأكل ويقول هذا طيب يؤكل وهذا ليس طيبا لا يؤكل، لابد أن يراقب الله. ولو أن الناس راقبوا الله لصلحت الحياة، إنما الموجود أن كثيرا من الناس لا يراقبون ويأكلون الحرام ويختلسون ويرتشون ويضيعون حقوق الناس. وتقول له الله يراك، يقول لك يا عم، تقول له ستموت، يظن أن الموت بعيد، طالما أنه سليم الصحة يقول لك الموت، الموت أينما عندما يأتي، عندما يأتي اليوم وغدا لشيء آخر. فتجد هذا التسويف عند الإنسان من قبيل الشيطان، والشيطان هو الذي يسول للإنسان ارتكاب المعاصي ويعده، يعدهم ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقول له أنت سليم الصحة، لا تخاف، لا تصلي، لماذا تصلي الآن؟ صلي بعد الآن. طيب يرتشي، يقول ارتشي ارتشي، من أين تأكل؟ كل. أقول طيب، يأتيه هاتف الصواب ويقول له ربنا مراقب، يقول طيب الوقت طويل، الوقت طويل والعمر طويل والدنيا طويلة، ويفاجأ بالموت يأتيه لحظة لا يتوقعه فيها. الموت أقرب إلينا من شراك نعلنا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قريب جدا في لحظة واحدة. ورأينا بعض إخوتنا يموتون معنا وهم جالسون معنا، تكلمه ويكلمك وبعد دقائق لا يرد عليك، تقول له يا فلان لا يرد، فنجد أنه قد مات، ينقل إلى المستشفى، يقال لا انتهى انتهى، وكان سليما جدا وصحيحا جدا، وهكذا. فإذا اتقوا الله، التقوى مطلوبة في أكل الحلال والامتناع عن الحرام، تقوى. إن الله سريع الحساب، طبعا الحساب سريع وسريع جدا. قد تظن أن الحساب هنا يكون يوم القيامة، لا، يحاسبك في الدنيا قبل الآخرة. يعني يمكن أن ينزل بالإنسان العاصي بعض البلايا وبعض المصائب في الدنيا، وما تحدث المصائب للإنسان إلا بذنوبه، الذنوب هي سبب البلايا، البلايا التي تصيب الناس هي من ذنوبهم، والذنوب كثيرة وكثيرة جدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة،
إذن الله سريع الحساب، يمكن أن يحاسب في الدنيا، أكل حقا لإنسان يحاسبه في الدنيا، نعم يرزقه بمرض يضيع ما أخذه من أشياء، يرزقه بولد فاسد يضيع كل شيء، بزوجة فاسدة تضيع عليه كل شيء، وكذا. إذن البلايا من المصائب، وهنا نحن ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سريع الحساب، القبر في حساب، في القبور حساب، الناس في القبور أحياء، إما أنهم يثابون أو يعذبون، إذا الحساب قائم وبسرعة سريع، وسريع يوم القيامة أيضا بسرعة يقضى بالحكم الإلهي وينفذ في غمضة عين، وسيحاسب الله سبحانه وتعالى الخلائق في وقت واحد جميعا، والخلائق عدد كبير، أهل الجنة وأهل النار. انظر حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى تقوم الساعة؟ فقال إذا تكاملت العدتان، إذا تكاملت العدتان، يعني يكمل عدد أهل الجنة ويكمل عدد أهل النار، يكمل عدد كبير، ومع ذلك سيحاسبهم الله في لحظة واحدة. لا تستغرب، فقد كان لنا مشايخ يحفظوننا القرآن، والشيخ يصحح لخمسة من الطلاب، يوقف أمامه خمسة وكل واحد يقرأ من سورة، والشيخ يرد كل واحد، وأحيانا نسمع كما يقولون، يعني نراجع مع الشيخ ما نحفظه خمسة، وكل واحد يقرأ في سورة، والشيخ يرد هذا ويرد هذا ويرد هذا. فإذا كان هذا يحدث من البشر، فهل تستبعد أن يحاسب الحق سبحانه وعباده في لحظة واحدة؟ وهو سريع الحساب. بعد ذلك يقول الحق سبحانه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. اليوم أحل لكم الطيبات، اليوم يعني يوم أن أكمل الله الدين، لأن هذه الآيات أواخر الآيات التي نزلت من القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الإسلام قد تم، فالإسلام تم بحمد الله سبحانه وتعالى ونصره الله. اليوم يعني بعد أن ظهر الإسلام وقويت شوكته ونزل القرآن ونزلت كل الأحكام، فنبلغكم، نبلغكم بما نزل منها. أحل لكم الطيبات، وقد قلنا أن الطيبات هي المستلذات التي لم يرد نص بتحريمها، لا في قرآن ولا في سنة ولا في قياس ولا في إجماع، لم يوجد. فما عدا المحرمات التي نص عليها في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ما عدا حلال. أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى وأشباههم، أشباههم قالوا يعني بعض الصابئين الذين كانوا يعبدون الملائكة كانوا يقرؤون في كتاب داود الزبور،
كان لهم كتاب يقرؤون فيه، طالما أن لهم كتابا يقرؤون فيه يكون طعامهم حلالا لنا. طب ما المراد بالطعام هنا؟ طعام الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بالطعام؟ قال يعني الذبائح، الذبيحة. إذا ذبح الكتابي ذبيحة من غير أن أراه أنا وهو يذكر عليها اسم غير الله، لا أراه، لم أراه، يجوز لي أن أكل من هذه الذبيحة. إنما إذا كنت شاهدا وهو يقول باسم المسيح أو باسم عزير لا تأكل. فأنت تأكل من الطعام إذا لم تكن تعرف ماذا حدث. قدم لك دجاجة من غير أن تعلم طريقة ذبحها يجوز لك أن تأكل منها. إنما إذا كنت حاضرا وسمعت اسم غير الله لابد من الامتناع. يبقى الأكل من طعام أهل الكتاب جائز إذا لم تعرف أنت الأصل، لم تعرف. وما عدا ما حرم كالخنزير فلا تأكله. قدم لك خنزيرا لا، حرام في الإسلام. إنما إذا قدم لك شيئا مما هو حلال وقد ذبحه من غير أن تراه يجوز لك أن تأكل منه، ويجوز أن تأكل أنواع الطعام الأخرى. قدم لك جبنا، قدم لك زيتونا، قدم لك عسلا، كل من طعامه ربنا أحله. وهذا يعني أن الإسلام يؤلف بين القلوب، فيجعل الذين يعيشون في وطن واحد متعاونين، بينهم مودة وألفة وألفة. لا يقول لا هذا نصراني لا أتعامل معه، لا أتعامل، تعامل معه، كل معه، اشرب معه، تاجر معه. والرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة استعان بالمشرك عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط مشرك والرسول يستعين به، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي، يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرض، ومرض الغلام. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارته وجلس عند رأسه وهو مريض، وقال له أسلم يا غلام، وأبوه حاضر، أبوه اليهودي حاضر، والرسول يقول للغلام أسلم يا غلام، أنطق بالشهادتين. فالغلام نظر إلى أبيه يعني كأنه يستأذنه، يا ترى أسلم أو لا؟ فقال له أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. إذن يجوز، فبناء عليه طعام الذين أوتوا الكتاب حلال لنا وطعامكم حل لهم، طعامنا أيضا يأكلون منه. يعني أقيم وليمة وأدعو إليها بعض النصارى، ما المانع؟ يأكل معنا، بعض اليهود يأكل معنا، طالما أنه مواطن وله علينا حق المواطنة، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، نتعاون على حفظ وطننا وحفظ أمننا وحفظ سلامتنا. والإسلام يقرب بين الناس ويدعو إلى الألفة والمحبة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. القرآن. ولذلك نحن نذكر هذا ليترجم إلى لغات العالم، ليعلموا أن القرآن ليس كتاب إرهاب، إنما هو كتاب سلم وكتاب أمن، يؤمن الناس وينشر المودة والحب بينهم. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام، كل أنواع الطعام. وبالمناسبة لأن السياق عن الذبائح يكون ذبيحة أهل الكتاب حل لنا وذبائحنا حلال لهم. والمحصنات من المؤمنات، انتقل إلى الزواج، إلى قضية الزواج، مما يتزوج المؤمن. قال المؤمن يتزوج مؤمنة، مؤمنة محصنة، محصنة يعني عفيفة. الإحصان هنا معناه العفاف،
وقد يأتي الإحصان بمعنى أن المرأة متزوجة ولها زوج، هذا في المحرمات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم في سورة النساء، وهو يعدد المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وقال والمحصنات من النساء، المحصنة يعني المتزوجة، إنما هنا ليس المراد المتزوجة، لا، المراد بالمحصنة العفيفة التي تعف عن الفواحش كالزنا وغيره. فالمؤمن يتزوج في الأصل مؤمنة، يبقى أساس الزواج في الإسلام أن يتزوج الشاب المؤمن من شابة مؤمنة، فهي مفضلة، هذه مفضلة الدرجة الأولى. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذن أول ما يشرع الشاب في الزواج نقول له تزوج من المؤمنات أصلا. طب لم يجد، بأن كان يعيش في بلد أوروبية مثلا ولا يجد المؤمنات ويجد أهل الكتاب، ماذا يفعل؟ أباح الله تعالى له أن يتزوج بالمحصنة من أهل الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومعنى محصنة أي عفيفة، يسأل عن التي تعف ولا تفعل الفواحش، يبحث عنها، إذا لم تتوافر يعني الأولى. ستقول يعني هل يكون حراما؟ نقول لا، هو حلال، بس الأحسن، الأحسن أن يتزوج المؤمن مؤمنة، الأحسن يعني، هذا من باب الورع ومن باب التقوى. إنما يترك المؤمنة ويذهب إلى أهل الكتاب لا يصح، ومع ذلك إذا ذهب فزواجه صحيح، صحيح. فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قلنا الذين أوتوا الكتاب النصارى واليهود وبعض الصابئة كما ذكر هنا، الذين كان لهم كتاب يقرؤون في الزبور، وهم كانوا يعبدون الملائكة، وبعضهم يعبد النجوم، وأحيانا لا يقرؤون. قالوا كما ذكر الشيخ رضي الله عنه أن بعض الصابئة، إن بعض الصابئة كان لا يقرأ كتابا. إذا الذين لا يقرؤون في الكتب السماوية هؤلاء لا تتزوج منهم، المجوسي لا يجوز الزواج منه، الملحد لا يجوز أن تتزوج من ملحدة أو من مجوسية، لا، أهل الكتاب فقط، الذين يقرؤون الكتب الإلهية فقط، أما غيرهن فلا يجوز. الشيخ يعرض قضية، افترض أنني غير قادر على الذبح وجئت برجل مجوسي وقلت له تعالى اذبح وقل بسم الله، فذكر بسم الله وذبح، الذبيحة سليمة أو ليست سليمة؟ قال العلماء سليمة، يؤكل منها، ولكن الأفضل أن يذبح مسلم أو أن يذبح مؤمن يقوم بعملية الذبح. إذا لم يكن هناك أحد يبقى المسألة قائمة على الضرورة، على الضرورة فيجوز. إذا أنت من حقك أن تتزوج المؤمنات، وهذا هو الأحسن والأفضل. أحببت أن تتزوج من كتابية محصنة عفيفة، يجوز لك هذا، وحلال، الله سبحانه وتعالى قد أحله، فأحل لنا أن نتزوج من أهل الكتاب، من الكتابيات، ولكن لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كتابي، لا، يعني العكس لا يجوز، لا يجوز لرجل نصراني أو يهودي أن يتزوج مسلمة، لا. تقول طب لماذا؟ لماذا أنت تبيح لنفسك؟ نعم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، نص. لكن احنا بنسأل، بعض الناس قد يسأل، يعني بعض أهل الكتاب قد يسأل، لماذا أنت تحل لنفسك
أن تتزوج من عندنا، وفي الوقت ذاته لا تحل لنا أن نتزوج من عندك من المسلمات. لماذا؟ ولا بد أن تكون أنت في الرد مقنعا، فلا بد من الإقناع، والإسلام دين الإقناع، هو ليس دينا تعبديا يقول لك هكذا هكذا ولا نعرف ولا نعرف السبب. يعني هكذا يعلمونهم، يقولون لهم مثلا اعبد المسيح، يقول له كيف ابن الله، يقول بشر، هذا بشر، يقول له اسكت اسكت ابن الله خلاص، ده لا يعطيه دليلا دليلا. إنما في الإسلام لابد من الأدلة، من الأدلة. فهو يبيح أن يتزوج المسلم من أهل الكتاب، من الكتابية، ولا يبيح العكس. لماذا؟ قالوا لأن المسلم إذا تزوج الكتابية يحترمها ويحترم دينها، لأنه يؤمن بالمسيح، فنحن نؤمن بالمسيح أنه رسول من عند الله، ونؤمن بموسى عليه السلام أنه رسول من عند الله. إذن المسلم يؤمن بالرسول الذي يعترف به، يؤمن به فيحترمه ويحترمها ويعطيها احترامها. لكن النصراني إذا تزوج المسلمة لا يحترمها، لأنه يكفر بنبيها، لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا يأتي للصلاة يقول لا 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 أعترف أنه رسول، إذا سيظلمها، يقع عليها الظلم، وقد يحولها إلى ديانته، لا يجوز. طبعا يتقوا الشبهات، ويعني لابد من 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 إغلاق الباب، من إغلاق الباب الذي يأتينا منه شر، الذي يأتينا منه شرور. إذن بناء على هذا نقول إنه أباح زواج المسلم من الكتابية لأن المسلم يحترمها ويقدرها ويحترم رسولها. أما العكس غير صحيح، أنه لا يؤمن برسولها ولا بالقرآن الذي هو كتاب نبيها صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز، لا يجوز، قد يؤثر عليها تأثيرا سلبيا، فلا يقول من هذا الجانب. إنما حينما تؤمن برسولها، إذا آمنت أنت بمحمد تتزوجها، نحن لا نمانع. إذا قلت إن محمدا رسول الله، قل انطق انطق إن محمدا رسول الله على العين والرأس، نزوجها لك. إنما تقول لا محمد لا، لا نعترف، لا نعترف، إذا لا يجوز. وطعام والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، تدفع المهر، المهر يدفع للمؤمنة ويدفع للكتابية، المهر هذا هو الأجر، الأجر يعني المهر الذي يدفعه الزوج. ومعروف أن الزوج هو الذي يتحمل الأعباء، الزوج، الزوج يتحمل كل شيء. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ينفق، حتى إن هذا يعد احتراما أيضا للزوجة وتكريما لها، المهر فرض احتراما وتقديرا. ولذلك لا يجوز للزوج أن يستولي على المهر، لا يجوز. ستقول لنا إن الناس الآن يأخذون المهر ويشترون به أثاثا للبيت، هذا رضا، طالما أنها رضيت هذا أمر آخر. موظفة مثلا، هل يستولي على راتبها؟ لا يجوز إلا برضاها، إنما أخذ الراتب بالقوة هذا حرام. قد يحدث أن أقول لها إما أن أخذ المهر، أخذ المرتب، أو أطلق. أنا أقول هي تتعاون معه على سبيل الرضا، خصوصا أن الموظفة، الموظفة تترك
تترك العمل أحيانا. يعني أحيانا الموظفة تؤدي إلى يعني بعض التقصير في حق الزوج فيمكن أن تعوضه بالمال، يمكن هذا. إذن هنا إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين، محصنين أيضا أن تكون أنت عفيفا، عفيف النفس، لا تحب السفاح، السفاح الزنا والعياذ بالله تعالى. فكما تطلب أن تكون الزوجة عفيفة فكن أنت أيضا على العفة نفسها. غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني لا تتخذ المرأة من أهل الكتاب أو من المؤمنات، لا تتخذها صديقة لك. في الجاهلية كان هناك ما يسمى بالأخدان، الصديقات، وموجود في أوروبا، في أوروبا الآن الصديقات، البنت تأتي بصديق إلى منزل أبيها وأمها، والولد يأتي، الذكر يأتي بصديقة له إلى بيته وإلى أهله، ويفعل معها المنكرات على أنه صديق. صديق كان هذا في الجاهلية عند العرب، فمنعه الإسلام، فيقول لا تتخذ المرأة صديقا، وإنما تزوجها زواجا شرعيا، تتزوجها زواجا شرعيا، إنما تتفق معها على اللقاء في بعض الأحيان والانصراف من غير عقد، وتتخذها خدينا لك صديق، لا يجوز في الإسلام. إذا ما يمارس في الغرب هذا انحدار في الأخلاق، انحدار، والإسلام لا يرضى بذلك. غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الإيمان مطلوب، وأنت تمارس المحللات لابد أن تكون مؤمنا بوحدانية الله، مؤمنا بقدرته، مؤمنا بحسابه، مؤمنا بأنه هو المتصرف فيك وفي كل الكون، مؤمنا بكتبه، مؤمنا برسله، لابد أن تكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنت تأكل شيئا لابد أن تتحرى الحلال، وأنت تأكل طعام أهل الكتاب تتحرى الحلال، وأنت تطعم أهل الكتاب من طعامك تتحرى الحلال، كل شيء تتحرى فيه الحلال مراقبة لله على أصل العقيدة السليمة التي أنت تعتقدها. إيمانك يمنعك من المنكر، إيمانك أنت إذا كنت مؤمنا حقا، مؤمنا بوحدانية الله، ومؤمنا بكتبه، ومؤمنا برسله، لن تفعل معصية مطلقا، لا لن تمارس المعصية، لأنك تستخدم إيمانك. أما هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويرتشون ويضيعون الحقوق، فهؤلاء يضيعون إيمانهم، لا إيمان لهم أصلا، إيمان ضعيف وضعيف جدا. إنما إذا كنت تقصد الإيمان الذي يوصلك إلى أعلى الدرجات في الجنة، فحاول أن تطبق قواعد الإيمان على كل تصرفاتك. الذي يكفر بالإيمان ولا يلاحظ إيمانه ولا يعد شيئا لإيمانه ولا يعتد به، ويرتكب المنكرات ويرتكب الفواحش ويرتكب كل المعاصي، ويقول لك المسألة هكذا والزمن طويل والدنيا مفتوحة أمامي وكذا وكذا، إذن هذا كفر بإيمانه، وهذا الذي كفر بإيمانه حبط عمله، يعني أبطل الله له أي عمل. صلاة لا تنفع، صلاة ويصلي في المسجد ويرتشي، ويخرج من المسجد ويقول هذه نقرة وهذه نقرة، نقول لا، هي نقرة واحدة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، طب لم تنهه صلاته فلا صلاة له.
لأن الله تعالى جعل الصلاة لمصلحتنا، هو لم يجعلها لمصلحته. الله تعالى لا ينتفع بعبادتنا، وعبادتنا لا تنفع الله في شيء ولا تضره في شيء. يا عبادي إنكم لن تملكوا نفعي فتنفعوني، ولن تملكوا ضري فتضروني، لا، إنما العبادة لمصلحة الإنسان ليتعلم المراقبة، وإذا تعلم المراقبة لاحظ كل قواعد الإسلام ولم يهمل شيئا منها. طيب يهمل قواعد الإسلام ويفرط فيها، هذا لا إيمان عنده، وعمله خاسر باطل. لا يصلي، يصلي صلاة لا قيمة لها، لا قيمة لها. ويزكي، لا، لن تنفع الزكاة. لا بد أن يكون الإنسان مراقبا لله، لا يفعل إلا ما أمره الله وينتهي عما نهاه الله. لم يفعل هذا، لم يستخدم إيمانه، وإذا كان لم يستخدم إيمانه فعمله باطل، أعماله باطلة. ولذلك يأتي يوم القيامة ويظن أنه صلى كذا وزكى كذا، ويقال له كل هذا لا ينفعك بشيء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. خسارة، خسارة فادحة أن تصلي بلا أجر وبلا ثواب، أو أن تزكي بلا أجر وبلا ثواب. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين يحبون الدنيا وينصرفون إليها خلاص الدنيا معهم، تحب الآخرة تأخذ الدنيا والآخرة. فالذي يطلب الآخرة يأخذ الاثنتين معا، نجح في دنياه وفاز في أخراه. أما الحسرة والندامة والخسران فيكون على المنصرفين إلى الدنيا فحسب. وخاسر من الخسران في التجارة، التاجر يخسر، يخسر الربح أحيانا، وأحيانا يخسر رأس المال. إذا خسر رأس المال ضاعت التجارة من أساسها. كذلك هذا الذي يكفر بالإيمان يفقد رأس ماله، رأس ماله قد فقد، ضاع ضياع النهائي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العاملين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لعمل الطاعات، وأن يصرفنا عن المعاصي، وأن يجعلنا من العاملين بإيمانهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.